ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن ورق العنب باللحمة. حلو خالص وبسيط خالص وسهل قوي، ومش هياخد مننا حاجة ادام مجهزين كل حاجتنا، مش هياخد مننا وقت ان شاء الله. بصوا، انا معايا هنا رز وغسلاه، مش نقعاه، غسلاه بس اهو. انا معايا كوبايتين، يعني انت على حسب ما انت هتحطي. ومعايا ورق عنب اهو وغسلاه كويس، ومعايا صلصه طماطم، معايا سكر، معايا بهارات هنا، معايا كزبره وملح وكمون وبهارات سبعه وفلفل اسمر، معايا كزبره وشبت وبقدونس، ومعايا بصله هنا هتبلها. الورق العنب دوت انا غسلاه كويس قوي كده ورصاه فوق بعض، وشايله العنقود اللي هنا كده اللي بيبقى فيه. تمام، بعد ما غسلته انا حاطه ميه على النار دلوقتي وهسلقه فيها، وهتبل البصل دوت تتبيله صغيره بس كده، واحط عليه الطماطم المتسبكه دي. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. بص، انا حاطه ميه على النار بتغلي اهي، هنزل فيها بحبه ملح وحبه كمون صغيرين خالص في الميه، وهنزل برشه زيت كده حبه صغيرين برضو، هسيبهم يغلوا فيها شويه كده. بعد كده هنزل بالورق العنب بتاعي. بصوا شايفين الميه بتغلي فيها الحاجه دي، هنزل كده شوية من الورق العنب، انا رصه فوق بعضه كده واحطه كده فوق بعضه كده، بلاش يبقى في حلة واسعة قوي عشان الورق ده ما يطرش مني في الحلة. مش شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ نغطسه شوية كده بس، وهشيله وهحط غيره. بص، حطيت غيره اهو اهو، برضه هسيبه. انا رصاه فوق بعض كده عشان ما يطيرش مني في الميه اهو، اللي انا حطيته شايفين عامل ازاي. معايا هنا طاسه تانية انا حاطه فيها سمنه وحاطه زيت، هنزل بالبصله بتاعتي كده انا حطاها. انا هسيبها كده تتبل شويه بس، وهنزل عليها بالصلصه اللي انا جهزتها. وهنا الورق بتاعي اهو خلاص كده، انا غسلاه كويس قوي عشان ساعات بيبقى فيه تراب وكده، فانا غسلاه شطفته كويس وغليت له ميه، وحطيت فيها زيت وكمون وشويه ملح صغيرين خالص. بصوا الورق العنب بتاعي خلاص ازاي بقى، شكله عامل ازاي، بيلمع كده من الزيت. وعندي لسه البصل اهو بيتبل، معلقه سمنه هشوح فيها اللحمه اللي انا حطاها، هسيبها تشوح شويه كده عشان هحطها تحت المحشي. بصوا عندي السمنه ديت اهي مساحت خالص اهي، هنزل فيها كده بورق لورا وحبه مستكه كده، سيبها كده شويه. وعندي اللحمه هنا، حطي لحمه بقى زي ما انت عايزه كده، انا مقطعه صغير خالص اهي، انا مقطعه صغير. عايزه تصغريه عن كده، عايزه تكبريه عن كده، براحتك انت، على حسب برضو كميه المحشي اللي انت هتعمليه. انا عندي سمنه سخنه اهي، هنزل بقى اللحمه بتاعتي كده، وهي تتشوح كده هنزل بمعلقه سكر عشان برضه تتشوح برضه. السكر دوت بيساعدني ان هو يطيب اللحمه شويه، ما بيخليهاش تخش كمان. بقى عندي البصله بتاعتي بقت عامله ازاي شايفين، هنزل عليها بقى بالصلصه بتاعتي. مش هحط عليها بهارات ولا حاجه، انا البهارات هحطها على الخلطه، هسيبها بقى تتسبك خالص كده. وبعد كده هاخدها
انزل بيها على الخلطة بتاعتي. بصي بقى اللحمة، شايفين اللحمة عاملة ازاي. هنزل بقى معايا هنا رشة بهارات، ومعايا رشة ملح، ورشة فلفل اسمر. هسيبها كده شوية، شايفين انا هسيبها بقى كده ايه تتشرب منها فيها كده وتستوي منها فيها، وهغطيها خالص كده لحد ما تستوي خالص، تستوي نص سوا كده لانها هترجع تستوي تاني. احنا كده غسلنا الرز اهو، بس سبكت تمام. هحط بقى البهارات بتاعتي، انا قلت معايا كزبره، ومعايا بقى معايا كزبره، ومعايا ملح، ومعايا كمون، والسبع بهارات، ومعايا فلفل اسمر. وهاخد معايا رشة سكر، وهنزل بشوية من الخضر بتاعي ده، انا قلت كزبرة وبقدونس وشبت. في كده انا قلبت الخضر بتاعي هو الملح هنا والسكر. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي، بسم الله. هقلب الصلصة بتاعتي كويس كده، بس انا مش هحشي على الحتة الخشنة ديت، مش هحشي على الحتة الناعمة، اسفة، هحشي على الحتة دي كده عشان دي خشنة شوية. احط فيها كده، واخد حبة، بسم الله، واقفل الورقة كده، شايفين شايفين، واحط هنا، اخد واحده كمان. انا هرص في الطبق بس دلوقتي لان لسه هرصه في الحله بعد ما اخلصه. رصه كده كده، شايفين، بس كده هنا، واقفل كده هنا، نحش واحدة كمان كده، نقفل كده كده، شايفين. واحدة كمان، نقفل كويس عشان الرز بتاعنا ما يطلعش اهو. بس كده نفس الشكل كده اهو، لحد ما الكمية بتاعتي تخلص. لو في رز اتبقى مني ولا حاجة مش هرميه، هاخده وهحطه في علبة نضيفة كده، واغطيه وادخله الفريزر عندي، ممكن استخدمه في وجبة تانية عادي. انا كده بعد ما رصيته هنا اهو، هجيب بقى الحله بتاعتي، وهجيب خضار احطه تحت في الحله في ارضيه الحله، وهجيب اللحمه بتاعتي بعد كده هرصه معاكم. انا جبت الحله بتاعتي اهو، ومعايا فلفل الوان، ومعايا بصل، لو عايزين تحطوا خضار مفيش مشكله. انا هحط ده كده في الارضيه كده، هاخد البصل بتاعي ده برده كده من الدوائر، شايفين ازاي كده. بعد كده بقى هاخد اللحمة بتاعتي، انا طبعا سويتها، اديت لها سوا كويس، هرصصها كده او انزل بيها كده كده. انا رصيت اللحمة بتاعتي اهو، بعد كده بقى رص المحشي بتاعي كده، هاتوا داير ما يدور كده كده، شايفين ازاي.
شايفين ازاي هلفه كده داير ما يدور كده كده لحد ما يملى كل ده كده. لو عندنا مرقة نجهزها، لو عندنا شوربة، وفي حالة ان احنا ما عندناش شوربة عشان احنا نسقي بيها المحشي ده. انا عندي بعد ما عملته اهو عندي دبس رمان، ده بيدي مزازة كده حلوة قوي. حط بس شوية كده، ما عنديش، ممكن احط شويه ماء، شويه ليمون، عصير ليمون وبس. بعد كده هجيب طبق اهو عندي واغطيه كده عشان يحكم المحشي عندي ما يخلوش يطلع بره. وهنزل بالشوربه بتاعتي كده، الشوربه او المرقه بتاعتي ماشي، وهزها كده. بصوا بصوا الشوربه هنا مش طالعه بره الطبق، وعندي الطبق اهو شايفين الشوربة بتاعتي فين اهو. بس كده انا مش عايزة اكتر من كده. قلت بصوا شايفين بس الطبق ده كده عشان ما يخليش المحشي ينطر بعيد عن بعض. هحطه على النار وهسويه وهرجع اوريكم من سنة. شايفين كده بقى كده هو استوى خالص اهو، شلنا الطبق من عليه وشرب المية بتاعته خالص، يستوي على نار هادية. هقدمه معاكم ونشوف الطاجن بقى عامل ازاي. ايه رايكم بقى كده؟ شايفين الطبق بتاعنا؟ شايفين الطاجن بقى جميل ازاي بعد ما طلع؟ شايفين، شايفين اللحمه، شايفين الخضار، بس المحشي عامل ازاي؟ شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ تعالوا نشوفه معانا كده. شايفين، شايفين المحشي عامل ازاي، شايفين اللحمه عامله ازاي، شايفين؟ ايه رايكم؟ شايفين، شايفين الرز، شايفين الفلفل من جوه ازاي؟ ايه رايكم كده؟ شايفين اللحمه، شايفين اللحمه عامله ازاي؟ شايفين؟ يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم، سهلة وبسيطة ومفيهاش حاجة ومفيهاش غلبة زي ما قلنا، عشان لما نعمل بعد كده المحشي كرنب من أوله لآخره بكل تكاته بحركاته يبقى كده مية مية، ويبقى احنا شاطرين في كل حاجة. يا رب يكون الطاجن بتاعنا عجبكم. ما تنسوش بقى الشير، وما تنسوش تدعمونا، ما تنسوش تدعموا اي ليرن قناتنا الأساسية والرئيسية، ما تنسوش تدعموني أنا شخصيا، ما ننساش بقى السبسكرايب والشير عشان يوصل مننا كل جديد. استودعكم الله.